السلام عليكم ورحمة الله. موعد الظهر الإخباري من التلفزة التونسية، إليكم عناوينه. في اختتام أشغال ندوة السفراء، تونس تجدد التأكيد على سلامة مواقفها الدبلوماسية واعتدالها، خاصة في الأزمة الخليجية الحالية. عشرة العائلات في معتمدية جرجيس تنتظر تزويدها بالماء الصالح للشرب، والسلطة المحلية تصرح بانطلاق الأشغال في الأيام المقبلة. قطر ترفض العرض المشروط الصادر عن وزراء خارجية الدول المقاطعة للحوار معها، وتعتبر مطالبهم خرقا للقانون الدولي. أهلا بكم. رصانة المواقف الدبلوماسية التونسية وتاريخها العريق وضوابطها القارة كانت موضوع كلمة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لدى إشرافه على موكب اختتام ندوة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية السنوية. خلال إشرافه على الموكب الختامي للندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أشاد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي برصانة المواقف الدبلوماسية التونسية وسلامتها، مستحضرا عديد الشواهد على غرار الأزمة الخليجية الأخيرة. تكون مواقفنا معتدلة، ولكننا صداقاتنا تبقى مع الجميع كيف ما فعل الأزمة هذه اللي توا تونس، يعني سواء كان في الدول اللي ماخنا موقف مع قطر أو قطر نفسه أو بقية الدول الأخرى، تونس الحمد لله يعني موقفها سليم، ولهذا نجم نعتبره وأن سياسة تونس الخارجية في الميدان سياسة ناجحة. نجاح السياسة الخارجية التونسية هو امتداد وفق رئيس الجمهورية لنجاح تونس في هذا المجال منذ الاستقلال، مذكرا بأن الدبلوماسية التونسية لها ضوابط قارة تحكمها. ضوابط قارة مبنية على أن سياسة الدولة يعني تحكمها الجغرافيا اللي فيها الدولة، وتحكمها التاريخ تاع هذه الدولة. وفي كلمته أكد وزير الشؤون الخارجية خميس الجيناوي السعي إلى تطوير دبلوماسية فاعلة تخدم المصلحة الوطنية وتشد من عضد الحكومة في مجهود التنمية. وفي هذا السياق استحضر الجيناوي أبرز التوصيات التي تمخضت عن هذه الندوة السنوية. تعزيز علاقاتنا وتعاوننا مع القارة الإفريقية. ثانيا، تعميق علاقاتنا الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي ودفعها إلى مستوى أعلى. ثالثا، المحافظة على نسق التطور الإيجابي لعلاقاتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية على أساس شراكة استراتيجية من أجل التنمية والأمن. واختتم الموكب بتوسيم رئيس الدولة عددا من إطارات وزارة الشؤون الخارجية. نفذ ساكنو حي ابن منظور التابع لمعتمدية جرجيس من ولاية مدنين اعتصاما أمام خزان مياه بمعتمدية، مطالبين بتزويدهم بالماء الصالح للشرب الذي حرموا منه 17 سنة بسبب تخلي المقاول عن مشروع إيصال المياه للمنطقة. 17 عاما وهم ينتظرون تزويدهم بالماء الصالح للشرب، كما يؤكدون أكثر من 100 عائلة من متساكنين منطقة حي ابن منظورة بمعتمدية جرجيس القريبة من أحد أكبر خزانات الماء بالمعتمدية، خزان تحول إليه هؤلاء المواطنون بعد أن نفذ صبرهم كما يقولون من وعود متتالية لم تتحقق. عطشر كركرنا المي، ذريتنا هنا عندنا تحاليل تثبت ذلك، معناها احنا ذريتنا يشربوا في المي ملوث. احنا اليوم جايين للخزان يا اخويا باش نلفتوا نظر الجهات نتاع المياه تاع مصلحة المياه يا اخويا، جي تعملنا حل بين حتى شيء من 2001 وحنا نحبوا نطالبوا بالمي من فضلهم ونطلبوا الفضل، لا طالبين إعانات ولا طالبين حتى شيء أكثر من الميمة يزينا، طالبين حتى شيء. خويا شوفونا حنا جينا اليوم باش للسنتر هنا باش نسكروا المي على جرجيس كاملة، واللي يحب من المصورات المعنية بالأمر يجوا يوقفوا معنا هنا، ما وقفوش أنا مانيش متحركين هنا كما يبدأ المقاول يخدم غادي. ومطالبنا من عام 2001 ويعود فينا المعتمد والمسؤولين قداش مرة نجوا هنا نطلبوا المي حتى مسؤول ما يجينا. ولا شغال بدت وبعد تالي وقفها. احنا رانا عطاشه نشرو في الاسترنات، الاسترنات ب 25 دينار ما تسدناش جمعه. السلطة المحلية تؤكد أن الإشكال إداري يتعلق بتخلي المقاول عن المشروع، ويجرى البحث عن إيجاد مقاول ثان، من المنتظر أن يباشر الأشغال في قادم الأسابيع.
هذا هو مشروع مبرمج عن طريق المسجد الجهوي لولاية مدنين، يتمثل في ربط عدد 52 مسكن بالماء الصالح للشراب. انطلقت الأشغال مارس 2016، وقع إشكال مع المقاول القديم باعتبار أنه المنطقة حجرية. مشينا في إجراءات فسخ العقد، وإن شاء الله بداية من شهر سبتمبر باش ينطلق المقاول الجديد في إتمام إنجاز المشروع. معلومة مؤكدة من طرف السيد المدير الجهوي لشركة الجهوية للاستغلال وتوزيع المياه. هؤلاء المواطنون وغيرهم كثيرون ينتظرون تزويدهم بالماء، وآخرون يعانون من انقطاعات متكررة للماء تستمر ساعات الليل والنهار. بعد مرور أكثر من شهر ونصف على انطلاق عمل الشرطة البيئية ب 28 بلدية بإقليم تونس الكبرى، ورغم زيارات الأعوان الميدانية المكثفة، أكد عدد من المواطنين أن الوضع البيئي ما زال على حاله دوننا في حصول بعض التحسن. تحديد أماكن التدخل وضبط خطة العمل هي اللمسات الأخيرة قبل الانطلاق في جولة بين المحلات المفتوحة للعموم في إطار حملة جهوية لأعوان الشرطة البيئية بولاية بن عروس، حملة تم على إثرها معاينة جملة من المخالفات تراوحت بين الاستغلال المفرط للطريق العام والانتصاب الفوضوي، إضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق بحفظ الصحة. وتم يعني معاينة 35 محل مفتوح للعموم، ولقينا فيه برشا يعني إخلالات صحية، منها يعني فيها عدم احترام للشروط الصحية. دخل فيه 15 انتصاب فوضوي تم التنبيه عليهم عن طريق محاضر مخالفات بيضاء وتحسيس المواطن وتوعيته بمدى المخالفة هذه. ومع مرور قرابة شهر ونصف على إعطاء إشارة انطلاق عمل الشرطة البيئية ب 28 بلدية من مجموع 34 في إقليم تونس الكبرى، ما زال أعوان هذا الجهاز يقومون مبدئيا بعمل تحسيسي والاقتصار على تحرير مخالفات بيضاء للتنبيه على المخالفين. تم تمديد المرحلة التحسيسية والتوعوية هذه إلى أجل معناها متاع بين 15 يوم 20 يوم أخرين. لقينا اللي حسب الإحصائيات الموجودة أنه الحملات التحسيسية اللي قامت بها الشرطة البيئية أعطت أكل معناها بالتقارير اللي صدرت معناها جهوية. ووفق الإحصائيات الأسبوعية لعمل جهاز الشرطة البيئية بإقليم تونس الكبرى، تم رفع أكثر من 500 مخالفة بيضاء خلال هذا الأسبوع. عندنا 270 تدخل فيما يخص معناها المحلات المفتوحة للعموم. عندنا ما يقارب في الأسواق، معناها عندنا تدخلات في 8 أسواق. فيما يخص معناها فهمتني الفضلات، عندنا ما يقارب 84 تدخل معناها فيما يخص معناها وضع الفضلات في مكان غير مسموح به. ورغم الزيارات الميدانية المكثفة لأعوان الشرطة البيئية والتي نهزت 2000 زيارة مع موفى شهر جوان الماضي، والتي تم خلالها رفع أكثر من 600 مخالفة بيضاء، أكد عدد من المواطنين أن التجاوزات ما زالت متواصلة وأن الوضع البيئي ما زال على حاله دون نفي وجود بعض التحسن. تخدم نحسن برشا حاجات تبدلت، كانت فما برشا عباد مخالفة سيرتو في النظافة، كانت تشوف لي بوبين متعشين في كل بلاصة، تو وليت تحسها قاعدة وتنظف، حتى بيدها العباد بيدها اللي كانت تحط في الوسخ وكل شيء، وليت تخاف من الخطايا. تو مريش معناها هاك تشوف باينين، مازال ما فماش، فهمت؟ بالنسبة للزبلة كذا قاعدة كيما هي. مازال تنصب لهنا شادين الكيسات، مازال هاك تشوف هنا في الوسخ، واحد نورمالمون نحبها انظف. تتعدوا على بقعة تنضاف، وإذا كانت تراجعوهاش مرة ثانية ترجع نفس البيع. وإلى جانب ضرورة متابعة المخالفين والتكثيف من حملات المراقبة، يبقى وعي المواطن الحلقة الأهم في الحفاظ على البيئة. حققت سيدي بوزيد أعلى نسبة وطنية في تسجيل المواطنين للانتخابات البلدية 17,000 بفضل مجهود يعتبره القائمون على العملية غير كاف في ظل كثرة الاعتصامات وصعوبة التنقل. 113 عنصرا بين إداريين وأعوان تحسيس وأعوان تسجيل مجندون بشكل يومي لإنجاح عملية التسجيل الانتخابات البلدية المقبلة، عمل جماعي دؤوب جعل من سيدي بوزيد الولاية الأولى وطنيا على مستوى عدد المسجلين إلى حد الآن، إنجاز رافقته صعوبات وعراقيل أثرت بشكل سلبي على عمل الهيئة الفرعية للانتخابات. رفض بعض مواطني سيدي بوزيد الشرقية للانخراط في عملية التسجيل بسبب التقسيم الترابي الغير مرضي، البلدي تقسيم البلدي في بلديتين
فأض بن نور والسودة. النقطة الثانية هي الاعتصامات اللي موجودة بعديد البلديات، اعتصامات لمطالب اجتماعية بكل من منزب وزيان بير الحفي الرقاب. العامل الهام والأساسي اللي هي صعوبة التضاريس بولاية سيدي بوزيد والتشتت السكاني اللي يصعب الوصول إليها. المنسق الجهوي للإدارة الجهوية للانتخابات اعتبر أنه يمكن تدارك هذه الصعوبات في حال تضافرت جهود الدولة والأحزاب السياسية والمنظمات المدنية من أجل استكمال عملية التسجيل للانتخابات بشكل سلس. نطالب السلطة الجهوية بالدعم اللوجستي المتمثل في توفير وسائل النقل لتسهيل عملية تسجيل الناخبين خاصة في المناطق الريفية النائية بولاية سيدي بوزيد، كما نعول على مساعدة المجتمع المدني والأحزاب السياسية في ضرورة الانخراط في عملية التحسيس للدفع بالمواطنين نحو التسجيل. الهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد دعت كافة المواطنين ممن لم يسجلوا في الانتخابات البلدية إلى ضرورة الإسراع للقيام بذلك قبل موفى 10 أوت تاريخ إغلاق التسجيل. نظم الائتلاف المدني لإصلاح المنظومة التربوية ندوة صحفية ليؤكد وجود ما وصفه بالأخطاء في إصلاح المناهج التعليمية ودعوة سلطة الإشراف لاتخاذ الإجراءات اللازمة. فساد علمي في إصلاح المناهج التعليمية هو عنوان ندوة صحفية نظمها الائتلاف المدني لإصلاح المنظومة التربوية، ندوة أريد من خلالها توجيه رسالة إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع اقتراح تشريك خبراء تونسيين. تبين لنا من خلال الوثائق التي أصدرتها وزارة التربية من خلال الخبراء الأجانب الذين انتدبتهم والمدعوين لتكوين التونسيين في إصلاح البرامج الرسمية، تبين أن فيها أخطاء علمية كبيرة فادحة يترتب عنه أنه المناهج ما تكونش واجهة. هذا وقدم الائتلاف المدني لإصلاح المنظومة التربوية جملة من المقترحات لإصلاح التعليم، منها إحداث مجلس أعلى للتربية ومعهد وطني لتقييم المنظومة التربوية والتكوين. الائتلاف قلت لك دوره هو قوة اقتراح بالأساس، ثم هو ينقد إذا لاحظ هناك خروج عن المسار المقترح لإصلاح المنظومة التربوية. هنا احنا قدمنا مقترحات عملية كما اقترحنا يعني وجود بعث المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اقترحنا أن يكون هذا المجلس هو الذي يتولى مسألة الإصلاح التربوي. الائتلاف المدني لإصلاح المنظومة التربوية بعث منذ سنتين ويتكون من أكثر من 200 جمعية تربوية تهتم برصد مسار الإصلاح التربوي. بمناسبة يوم العلم الجهوي كرمت ولاية القصرين المتفوقين من أبناء معاهدها ومدارسها في الامتحانات الوطنية والجهوية تحفيزا لهم على مزيد البذل والعطاء. ثابروا، اجتهدوا، تميزوا وحققوا النجاح المأمول. هم تلاميذ مدارس ومعاهد القصرين الذين تحصلوا على أعلى المعدلات وعلى المراتب الأولى في الامتحانات الوطنية، ومن بينهم حازم عمامي المتحصل على المرتبة الثانية وطنيا في امتحانات البكالوريا شعبة رياضيات. تحصل معدل 19.23. جايين هنا باش نحضروا في يوم العلم الجهوي متاع القصرين باش كرموا تلامذة، باش كرموا الأساتذة، باش كرموا أولياء، وشجعوا تلامذة باش يزيد تألق وتميزوا. نجحت معدل 13.76. نشكر أساتذتي وإطار التربوي العام في الليسي نخدم نقرا فيه، معهد ابن سينا بوسكي. نشكر والدي زادة بابا وامي اللي عاونوني يوم العلم، مثل يوم مهم بالنسبة ليا وبالنسبة لزملائي ناجحين الكل، باش خاطر هو يوم تكريم يشجع تلامذة ويحفزهم ويدعمهم باش يواصلوا ويبذلوا أكثر مجهود باش يبينوا أن القصرين مش بلاد الإرهاب وكل شيء، إنما هي عندنا كفاءات ونجموا نطوروا. تلاميذ تم تكريمهم خلال فعاليات يوم العلم الجهوي الذي انتظم تحت شعار العلم حياة القلوب بالمعهد النموذجي بالقصرين. يكرم فيه معناها الفائزون في الامتحانات الوطنية وفي كذلك المناسبات الوطنية. نحيي الأسرة التربوية ونهنيه بناتنا وأبنائنا المتفوقات والمتفوقين في الامتحانات الوطنية وفي مختلف سنوات الدراسة. اليوم أكدنا على أنه النتائج اللي حاصلة في ولاية القصرين
برشا ناس يروها نتائج أقل من المأمول، ولكن أعتقد أنه فما تحسن. وخلال هذه التظاهرة تم تكريم المعلمين والأساتذة الذين كان لهم الفضل في هذا التميز. إلى الخبر العربي والعالمي الآن، إذ ما تزال أزمة الخليج توقع يومي المنطقة العربية رغم تعدد الوساطات الدولية واجتماعات وزراء خارجية الدول المقاطعة للدوحة المتعاقبة. قطر أعلنت اليوم رفضها الحوار مع مقاطعيها الذين عبروا عن استعدادهم لمحاورة الدوحة بشروط. رفضت قطر العرض المشروط الذي تمخذ عن اجتماع المنامة بالبحرين على مستوى وزراء خارجية الدول المقاطعة. وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني أن بلاده ترفض قائمة المطالب التي تقدمت بها الدول العربية المحاصرة لها، معتبرا ذلك خرقا للقوانين الدولية. وكان وزراء خارجية الدول الأربع التي تقاطع الدوحة أعلنوا في بيان المنامة أن دولهم مستعدة للحوار مع قطر بشرط وجود رغبة عملية وصادقة لقطر في وقف تمويل ودعم الإرهاب والالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وتنفيذ المطالب 13 حسب نص البيان. كما لوح وزير خارجية الإمارات في مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع الوزاري، لوح بإمكانية تسليط عقوبات إضافية ضد قطر. وفي سياق متصل، أعلنت السعودية والإمارات ومصر والبحرين أنها ستسمح للطائرات القطرية باستخدام ممرات طوارئ جوية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن الهيئة العامة للطيران المدني أنه تم تحديد 9 ممرات ستفتح اعتبارا من الغد غرة أوت. ويذكر أن الأزمة الخليجية الراهنة هي الأشد في تاريخ المنطقة، وقد اندلعت في الأسبوع الأول من شهر جوان الماضي حين قطعت مجموعة دول عربية بقيادة السعودية العلاقات مع قطر وأغلقت حدودها البرية والجوية والبحرية مع الدوحة، واتهمتها بدعم جماعات متشددة والتقارب مع إيران المنافس الإقليمي للرياض بالمنطقة، الأمر الذي نفته الدوحة معتبرة الإجراءات المتخذة ضدها بمثابة إعلان حرب ومصادرة لاستقلال قرارها ولسيادتها. هجم مسلحون السفارة العراقية في العاصمة الأفغانية كابول بعد تفجير انتحاري أمام بوابة المبنى القريب من مركز شرطة وسط المدينة. مصادر أمنية قالت إن قوات أفغانية خاصة انتشرت بمنطقة الهجوم واشتبكت مع مسلحين حاولوا اقتحام المبنى. من جهتها، صرحت وزارة الخارجية العراقية بأنه تم إجلاء القائم بأعمال سفارتها في العاصمة كابول بعد عملية الاقتحام التي أسفرت عن مقتل 2 من أعوان الحراسة الأفغان والتي تبناها تنظيم داعش الإرهابي. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستطرد 755 موظفا دبلوماسيا أمريكيا بحلول شهر سبتمبر القادم، وقد تفكر في اتخاذ تدابير إضافية ضد الولايات المتحدة ردا على عقوبات جديدة فرضتها واشنطن على موسكو. الكريملين قال إنه سيصادر مبنيين دبلوماسيين أمريكيين بعد أن وافق مجلس النواب والشيوخ الأمريكيان على فرض عقوبات جديدة على روسيا ردا على ما توصلت إليه أجهزة المخابرات الأمريكية بأن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016. اتفق رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي اليوم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحاجة لاتخاذ إجراء بشأن كوريا الشمالية بعد تجربتها الصاروخية الأخيرة. وكانت كوريا الشمالية أفادت في وقت سابق أنها أجرت تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات مرة أخرى وبنجاح. صفحة الخبر الرياضي نتوقف فيها اليوم عند البطولة العربية للأندية التي عادت إلى المشهد الرياضي العربي بمفاجآت عديدة جمعت بروز فرق صاعدة وتراجع ألق أخرى ذات صيت. في نسخة وحلة جديدتين تشبهان إلى حد بعيد كبرى البطولات العالمية ولكن على مستوى الأندية، ومن خلال اعتمادات وحوافز مالية هائلة ودعاية في مستوى الحدث، عادت مسابقة البطولة العربية للأندية أو دوري أبطال العرب في تسميتها القديمة. نسخة جديدة تتولى مصر استضافتها منذ 22 من جويلية الجاري من خلال دوري مجموعات تميز بتنافس شديد بين مختلف الأندية المشاركة.
ولعل فريق نفط الوسط العراقي وليد عام 2008 مثل المفاجأة رغم معاندة الحظ له، حيث يلقي البعض باللائمة على التحكيم الذي حرم الفريق من تحقيق مبتغاه رغم المردود المتميز، لتكون الهزيمة في مناسبة أولى على يد الترجي بهدف دون مقابل، ثم تعادل ثمين بهدفين لهدفين أمام الهلال السعودي في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، ومن ثم انسحاب مر من المسابقة في الجولة الأخيرة بثنائية لهدف أمام الهلال السوداني، ليكون التحكيم مرة أخرى في مرمى الانتقادات. ومن خلال علامة كاملة وثلاثة انتصارات متتالية لم يجد الترجي الرياضي ممثل كرة القدم التونسية في المسابقة أي صعوبة في تخطي دور المجموعات، يتسيد مجموعته بتسع نقاط إثر فوز على نفط الوسط العراقي بهدف دون رد، والمريخ السوداني بثنائية نظيفة، والهلال السعودي بثلاثية مقابل هدفين، ليكون أبناء المدرب فوز البنزرتي على موعد في نصف نهائي مع الفتح الرباطي المغربي المتأهل على رأس مجموعته الثانية بخمس نقاط وبفارق الأهداف أمام طموح العهد اللبناني الذي كان بدوره قاب قوسين أو أدنى من بلوغ المربع الذهبي. من جهته كان الفيصلي الأردني حاسما بالمجموعة الأولى ليسير على خطى الترجي ويحصد العلامة الكاملة من ثلاثة انتصارات متتالية أمام كل من أهل المصري ونصر حسين دال الجزائري والوحدة الإماراتي، ليبتعد بفارق ثلاث نقاط عن صاحب الضيافة الأهلي المصري الذي رافقه على مضض إلى الدور نصف نهائي، أين سيتواجه الفريقان بملعب برج العرب. نهاية الموعد الإخباري مشاهدينا الكرام، إليكم فيما يلي تذكيرا بالعناوين. في اختتام أشغال ندوة السفراء، تونس تجدد التأكيد على سلامة مواقفها الدبلوماسية واعتدالها خاصة في الأزمة الخليجية الحالية. عشرات العائلات في معتمدية جرجيس تنتظر تزويدها بالماء الصالح للشرب، والسلطة المحلية تصرح بانطلاق الأشغال في سبتمبر القادم. قطر ترفض العرض المشروط الصادر عن وزراء خارجية الدول المقاطعة للحوار معها وتعتبر مطالبهم خرقا للقوانين الدولية. موقع التلفزة التونسية على ذمتكم مشاهدينا للاطلاع على هذه الأخبار وغيرها، نلقاكم على خير.